ما مدى صحة ما قاله أستاذ التاريخ العربي القديم بجامعة أكسفورد إن النبي موسى هو أخناتون الذي نادى بالتوحيد؟ موسى في عهده غرق فرعون، فمش معقول نقول أخناتون في عصره غرق فرعون، لأن أخناتون كان هو الفرعون. مش معقول. لأ كمان لم يقل أحد إن موسى كان بيحكم البلد، يعني الكلام ده مش صح. وهل الفكرة بيقول تستحق البحث والتخصي؟ مستحيل. كما ان موسى النبي كان يهودي، واخناتون ما كانش يهودي، كذلك موسى النبي اسمه مأخوذ من الطريقة اللي اتخذ بيها، يعني موهو بالإبتي يعني مية، وتشي يعني يأخذ، موشي يعني المأخوذ من الماء، فاسمه موسى يعني المأخوذ من الماء، وأخناتون ما كانش مأخوذ من الماء. يعني في ساعات ناس يفتكروا انهم لما يجيبوا حاجة جديدة في التاريخ يبقى عملوا عمل، لكن لازم الحاجة الجديدة تكون معقولة، يعني ده كلام مش معقول.